Everybody, with you today, the moderator, Dr. Nada Bunayan. I'm Chief Family Medicine Academy from Eastern Province E1 Cluster. Today, we are pleased to have Dr. Fuad Abu Ghazala. Dr. Fuad is a well-known figure in Saudi Arabia. He's a General Director of Health Center Affairs in the Ministry of Health, KSA. Dr. Fuad also, he's a family medicine consultant, Saudi Arab board in family medicine. He's director of general of the general directors for health centers affairs in Saudi Arabia and the MOH. Thank you, Dr. Fuad, for being with us tonight. And I hope everybody to enjoy the lecture, the interactive lecture Dr. Fuad provided for us with the title of Leadership and Management in PHC. Thank you, Dr. Fuad. Please, you can have the mic. Thank you. Thank you, Dr. Anada, and welcome for all of my colleagues. طبعا انا اخوكم الدكتور فؤاد ابو غزاله انا في البدايه طبيب اسره زي زيكم فاميلي فيزيشن براكتيشنر انا تدرجت في عملي فروم برايمري هيلث كير از جي بي حوالي تقريبا سنتين يعني كم شهر ثم التحقت بالزماله مثلي مثلكم في احد البرامج داخل المملكه وكنت من خريجين زمالة المستشفى العسكري بمنطقة الرياض طبعا من البداية أنا كنت موظف مع وزارة الصحة ما كان عندنا في وزارة الصحة للأسف في منطقة الرياض برنامج للزمالة كنا نضطر أنه يكون لنا إيفاد في أحد المستشفيات أو مراكز التدريب المعتمدة فكان البرنامج اللي التحقت فيه كان في برنامج المستشفى العسكري ايضا عملت بعد الزماله لمده يعني وما زلت يعني اعمل في المراكز الصحيه التابعه لوزاره الصحه عملت لفتره تقريبا اكثر من سنه كاخصائي في المركز الصحي ومن ثم التحقت بالجنرال دايركتوريت بصحه الرياض اللي هي المديريه العامه للشؤون الصحيه بمنطقه الرياض ومن ثم التحقت بوزاره الصحه ك يعني مدير عام لشؤون المراكز الصحيه اللي مسؤولة تقريبا عن تشغيل ومتابعة أداء حوالي 2300 مركز صحي في مختلف مناطق المملكة. أشكر الزملاء في الهيئة السعودية يعني على هذه الدعوة لي وفي نفس الوقت أنا أشكر جميع الحضور على يعني حضورهم لهذا الويبينار اللي بإذن الله إنه الكل يستفيد منه. في البداية أنا ماني بأكاديمي يعني فإذا تسمحوا لي يعني راح يكون الموضوع مور انتراكتيف ما راح أتقيد بالسلايدات بشكل كبير ماي سلايد اونلي فور يعني يور نوليدج ممكن ترسل لكم تو بي ريد ات اند يعني ممكن تستفيدون منها في الوت يعني اوف 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 يعني ثينجز انسايد المحاضرة هذه وممكن إن شاء الله إنه الجميع يستفيد منها ويقدر يعني يستوعبها بشكل أفضل أنا أفضل دائما إنه الحديث يكون يعني open between me and my colleagues يعني على أساس إنه نقدر نطلع بأكبر قدر من الفائدة وكان يا ليت إنها تكون يعني face to face ما تكون عن بعد بس بحكم الظروف يعني كلنا مقدرين للليكتشرز اللي تكون عن بعد طبعا leadership in general يعني هو broad يعني مصطلح يعني واسع للعديد من الأمور اللي تكون تحت المصطلح هذا وبالغالب إنه يعني هو skills وأيضا knowledge وأيضا إنسانية موجودة داخل المصطلح هذا. فبشكل عام يعني انسايد البرايمري هيلث كير احنا عندنا الفاميلي فيزيشن يعني صراحه خصوصا في منظومه وزاره الصحه they are working in different way in another sectors احنا يعني عندنا حاجه جدا مهمه ويعني كثير من دول العالم سبقونا فيها او نتعلم منهم ما أدري إذا في أحد سمع يعني عن الكان ميد
للفاميلي فيزيشن كومبتنسي، اذا احد قرا عنها او عارف وش النقاط اللي يعني موجوده فيها، ومتى نحن نقدر نقول انه this physician or family physician he is competent. اذا في احد عنده اي مشاركه لو بمجرد يعني افكار، متى اقول يعني انا مثلا لي احد زملائي مثلا family physician وجيت ابحكم عليه اقول والله الدكتور هذا يعني صراحه very competent، وش الاشياء اللي انا اقيمها فيه واللي انا اقدر فعلا انه كلمتي هذه تكون فعلا موجوده في الطبيب هذا. في احد عنده مشاركه ممكن يعني يشاركني فيها؟ Everyone feel free to unmute yourselves and speak if you prefer to speak rather than chat. ايضا يستخدمون الشات دكتور فؤاد. Residents, في من كتب الكان ميدز ادفوكيت اكسبرت اتسترا بروفيشنال كولابوريتور. ممتاز، انا قاعد اشوف الشات الان. نعم يعني في الكثير فعلا قاعدين يتجاوبون معنا. طيب بروفيشنال كولابوريتور، في حاجه مهمه اليوم قاعدين نتكلم عنها برضه موجوده من ضمن الكان ميد. طيب كان وي جو تو سلايد نمبر 8 بليز فيكي. سلايد نمبر 8 تشوفون السلايد؟ I cannot see the slide, Vicky. Okay, hold on just a second. Slide number 8. There we go. Just a second. Wait a minute. طيب زي ما يعني على ما تظهر السلايد عندنا زي ما تفضلتوا يعني. There we go. Okay. I cannot see the slide. Can everybody else see the slide? Yes. I did it. Okay. Okay, now I see the slide. Okay. The family physician يعني أو الـ competency يعني زي ما تفضلتوا إنه الـ family physician يكون communicator و collaborator و leaders أيضا و health advocate. يعني هذه من الأشياء المهمة أيضا. يعني حنا نحاول إنه يعني we try to be يعني a health advocate for our population. في أمثلة كثيرة يعني على الموضوع هذا ممكن يعني نتطرق لها مستقبلا، وسكولر وأيضا بروفيشنال. السكس آيتمز هذه يعني very important صراحة لكل family physician، وأنه we try يعني to be a family physician expert. Can we go back to the slide number 2؟ هذا يعني بشكل مختصر للكام ميد يعني رويال كوليج اوف فاميلي ميديسن في كندا. يعني هم لخصوا تقريبا دور الفاميلي فيزيشن يعني الكومبتنت في الست امور هذه. طبعا الفاميلي ميديسن الاكسبرت هي از سكيلد يعني فيزيشن وبروفايدنج هاي كواليتي responsive community adaptive care across the lifestyle from the preventive to pollution in multiple setting and for the diverse population. They value continuity and collaboration with other healthcare provider to optimize patient outcome. They use composition patient center, very important. يعني we should a patient center, not disease center.
care when assessing and managing patient concern, from partnership, forming partnership with the patient, families, and communities, to advocate when necessary for improvement to living condition, resource access, and care. Next, please. There is four important principles for the family medicine. اللي هي family physician is the skilled clinician, and family medicine is the community-based discipline. And the family physician is a resource to defined practice population. Well, patient physician relationship is central to the role of family physician. We have an MCQs, if we can share it, Vicky, now. Yes. Our MCQs now, the family physician are described as. You can read the answer, and if you can give us the best answer, please. Majority seem to have selected skilled clinicians who provide healthcare. Okay. Good. Okay, ending the poll now? Yes. This is the best answer, yes. The best answer is the skilled clinician who provide the health from the prevention to pollution. Okay, next slide. Okay. Key and enabling competencies. Practice generalist medicine. When they are defined the scope of professional activity, the family physician is the skilled clinician. زي ما قلنا إنه هو skilled clinician, and the patient performs the patient-centered relationship and plans and performs produced proceeds and therapies from assessment and or management. Next. And establish the plan for ongoing care and timely consultation when appropriate. Actively facilitate continuous quality improvement for health care and patient safety, both individually and as a part of team, and establish an individuals and culturally safe practice environment, and contribute generalist ability to address complex unmet patient or community needs. Next, please. مثل ما قلنا في السابق انه الكام ميدز قالوا الفاميلي فيزيشن اكسبيرت هي از كوميونيكيتور كولابوريتور ليدرز هيلث ادفوكيت سكولر اند بروفيشنال. الان راح يعني ناخذها بتفصيل مبسط لكل نقطه من النقاط اللي قبل شوي. نيكست. يس. The communicator make a good relationship with the patient and their families, and also active listener to the patient and share the plan with the patient. This is يعني three important in this items at the family physician when we said the family physician, he should be the good communicator. Next slide, please.
communicator competence develops rapport, trust, and ethical therapeutic relationship with the patient and their family, elicits the synthesize accurate and relevant information from perspective of patient and their families, who share healthcare information and plans with the patient and their families, who engage patient and their families in developing plans that reflect the patient healthcare needs, value, and goals. We document and share the written and electronic information about the medical encounter to optimize the clinical decision-making, patient safety, confidentiality, and privacy. Next, please. Collaborator. We should collaborate between the patient and community and healthcare provider. And also collaboration team include group of provider with the variety of the in the patient medical home or extended team across the multiple location. Also the family physician see themselves as a core participant in this broad community network of health providers and are skilled to collaborating as a both team members and team leader. Collaboration skills are broadly applicable to activities beyond the clinical or such as administration, education, advocacy, and scholarship. Next, please. باختصار, collaboration works effectively with other in collaborative team-based model. Cultivate and maintains positive working environment through promoting understanding, managing difference, minimizing misunderstanding, and mitigate the conflict. Recognize and facilitate necessary transitions and care with other colleagues in the health professional, including but not limited to shared care, transfer of care, and handover of care to enable continuity and safety. Leader. A family physician, he should be the team leader inside their primary healthcare because he is a scholar, he's a teacher inside this primary healthcare, and he's a most appropriate person that can lead the primary healthcare because if we not try to do that, maybe we will have some issues inside our primary healthcare because a lot of primary healthcare inside the kingdom they lead by a technician that not have a good qualification like a family physician, especially in the Ministry of Health. A lot of our primary healthcare that leads by maybe nurse, even nurse technician, not a bachelor degree of nursing science. Some of them, they have admin, not have any experience about the community-based care or what we need to improve our healthcare inside our community. All of us, they have skills that make us maybe more appropriate person that can lead the primary healthcare. Can we go to the next slide, please? Even next. I will speak about the leadership and management. Leadership is the process of motivation other people to act in particular ways in order to achieve the specific goal, and ability to develop a vision that motivates others to move with passion toward a common goal.
We focus in leadership and in the person and how we can improve our colleagues to achieve the goals. Management is ability to organize, resource, and coordinate the execution of tasks necessary to reach a goal in timely and cost-effective manner. They focus to achieve only the goal in the time and the cost-effective manner in the management. Next, please. Leadership versus management. Management seeks stability and predictability. In management, we only try to give our colleagues or our employee the order. In leadership, we speak improvement through the change. Guide our colleague, not make only the order. Leadership, next please, versus management. Management consists of controlling a group or a set of the entities to accomplish a goal. Leadership refers to individuals' ability to influence, motivate, and enable others to contribute toward organization success. Influence and inspiration separate the leader from the managers, not power and control. We try to use the influence and inspire our employee, not to use the environment or the control. يعني نحاول تقريبا في الليدرشيب انه نخلق علاقة يعني وطيدة مع زملائنا للوصول الى مستهدفاتنا بالشكل اللي خلينا نحن نوجههم انهم يروحون او يعملون الشيء الصحيح بالمسار الصحيح وليس استخدام السلطة والقوانين ونحاول أنه نعمل كنترول على الجميع بحيث أنه ما يكون في علاقة بيننا وبين زملائنا المرؤوسين إلا علاقة عمل فقط. Next slide. في جدول هنا يوضح يعني بعض الفروقات اللي موجودة بين المانجر والليدر. يعني عادة المانجر they focus on things, leaders بالعكس focus on the people. المانجر do things right. Leaders do the right things. يعني هذه في عليها يعني أمثلة يعني مثال أنا مثلا ممكن جاني ضيف وجبت له شاي بس الشاي هذا أنا ممكن ما حطيت فيه سكر أنا أوكي do things right as a manager أنه ضيفته وجبت له شاي بس do right things أنه يكون يعني في سؤال له أنه الشاي تبغاه بسكر بدون سكر يعني هنا يعني يجي يعني تيجي بعض الأمثلة اللي يعني هم في الأخير كلهم يعملون نفس العمل بس أنه بالعادة الواحد يحاول أنه يعمل الشيء الصحيح يعني هي كلها right things بس أنه الطريقة يعني تختلف وفي أمور بسيطة وهذا ما يميز يعني الليدر عن المانجر. أيضا المانجر يحاول أنه فقط يعني يركز على الخطط بلان بلان بينما الليدر يحاول يعمل انسباير يحفز زملائه بحيث أنه يعني يكون العمل جماعي أكثر مما هو نضع خطة ونمشي عليها. المانجر يكون عادة أورغنايزر الليدرز يكون انفلونس المانجر يكون دايركت يحاول أنه يعني يستخدم أنه موضوع الدايركشن بشكل مستمر بينما الليدرز يحاول أنه يعمل موتيفيشن لزملائه المانجر عادة يكون كنترول الليدرز يكون بيلد لزملائه أيضا ويحاول أنه يطور منهم بجميع الأشكال المانجر follows the rules and the leader shape the entity يعني يحاول الليدرز أنه يصنع من المنظومة اللي عنده بحيث أنه ما يتخطى القوانين بس بالقوانين يستطيع أنه يعني يصنع من زملاء أو من فريق عمله أمور كثيرة. Next slide please. المانجر are a people who do things right and the leader are a people that who do right things.
نرجع نكمل موضوعنا في الفاميلي ميديسن كومبتنسي. قلنا من أهم المواضيع أيضا أنه يكون health advocate. Advocacy requires action. Family physician engage patient communities or population to call for change and speak up when need. They support or lead a mobilization of financial materials and human resource. النقطة هذه جدا مهمة. نحن عادة يعني لما ما نطالب يعني تحسين وضع مراكزنا based على النيد اللي نحن نحتاجه inside our community, يعني في أمثلة كثيرة أنه غالبا الفاميلي فيزيشن وخصوصا اللي يشتغلوا في وزارة الصحة في وقت من الأوقات كان في عندنا مثلا يكون نقص في بعض الماتيريالز في بعض الميديكيشن. إذا ما كان الفاميلي فيزيشن هو الشخص اللي يطالب بتوفرها أو بإحضار هذه الأدوية ما راح يعني يكون في أي شخص آخر راح يحرص على توفر الأمور هذه داخل مراكزه الصحية. كان لنا أمثلة كثيرة يعني سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى البرايمري هيلث كير كان في يعني some type of medication للأسف ما كانت توفر inside the primary health care على أنها من الفورمولاريز حقة البرايمري هيلث كير as a medication يعني يفترض أنها تكون متوفرة. فلما صار الفاميلي فيزيشن هو يطالب فيها وبوجودها صار التموين الطبي بالعكس يوصلها وصار في تعاون بشكل كبير. نحن لو ما اعتمدنا يعني على مطالباتنا أو على أنه يعني نحاول أنه نخلق من المركز الصحي بيئة بحيث أنها تتناسب مع الكوميونيتي اللي موجود لخدمته هذا المركز الصحي ما راح يعني نستطيع أنه نصل لأفضل خدمات مقدمة للمستفيدين من الرعاية الأولية. ودائما اللي يقود زمام الأمور في الأمور هذه عادة هو الفاميلي فيزيشن اللي يعني له شأن كبير يعني في التغيير من الوضع الصحي داخل نطاق العمل أو التجمع السكاني اللي هو عايش فيه. Next slide please. The health advocate respond to the individual's patient health needs by advocating with the patient within and beyond clinical environment as a resource to their community, assist and respond to the need of the communities or population served by the advocating with them as active partners from system level change in the socially accountability manner. Next please. الفاميلي فيزيشن هي شود بي يعني ذا سكولر. صراحه يعني الفاميلي فيزيشن مع التدريب اللي يتلقاه يعني هو المدرب لاعضاء الفريق داخل المركز الصحي. نحن لنا زملاء كثير يعني وشركاء لنا في المركز الصحي من ناحيه يعني تقديم الخدمات بشكل عام. لنا زملائنا مثلا الاطباء المقيمين اللي هم سواء كانوا الريزيدنت أو الجي بيز أيضا أو الكوليك فروم النيرسينج اللابس تكنيشن أيضا الإكس راي تكنيشن also another admin or healthcare admin public health worker inside the primary healthcare. إذا ما كان الفاميلي فيزيشن هو مصدر المعلومات لهم وهو مصدر التطوير والإلهام لهم ما راح أحد يعني يكون أكثر يعني خلونا نقول يعني قابلية للتدريب وللتطوير أكثر من أطباء الأسرة المتواجدين بالمراكز الصحية. وغالبا نحن يعني للأسف أنه دائما نركز ونتوجه إلى تدريب الأطباء ونحاول أنه يعني أو قد ننسى شريحة كبيرة داخل المركز الصحي في عملية التدريب. فبالعكس يعني التطوير داخل المركز الصحي والعملية التدريبية لن يعني يتقدم طب الأسرة إلا إذا كان في يعني أو المركز الصحي إلا إذا كان في تدريب داخل المركز on job training CBDs اللي تعمل باستمرار حتى وإن كانت بجهود يعني مبسطة. يعني
يعني أنا اشتغلت في أكثر من مركز صحي، كان عندنا مراكز يعني فعلا جاهزة للتدريب من ناحية وجود قاعات وعدد أطباء، وفي مراكز already يعني we are only three physician, four nursing, two technician، يعني كان عددنا مبسط، وكنا يعني twice per a week نجتمع في أحد العيادات ونناقش materials معينة as evidence based، نشوف يعني وش الممارسات الخاطئة اللي قد يقعون فيها بعض من الزملاء، سواء كانوا على مستوى الأطباء أو على مستوى التمريض أو على مستوى أيضا التخصصات الأخرى. فالفاميلي فيزيشن أو الكومبتنت فاميلي فيزيشن هي شود بي يعني اللي يمسك الراية حقة التدريب داخل المركز الصحي. ما يعني التدريب اللهم لك الحمد الآن صار متاح بشكل كبير أكثر مما كان عليه في السابق، الأمور الماتيريالز صارت يعني متاحة بشكل أسرع مع توفر أيضاً البنية التحتية الرقمية، الـ IT systems inside the primary healthcare الآن صارت أيضاً متاحة على هواتفنا الذكية. يعني من أول ممكن كان عندنا صعوبة في الوصول إلى الإنترنت، الآن صارت متاحة بشكل سريع باستطاعة الإنسان يعني أنه يواكب العملية التدريبية بشكل أسرع وقيادتها من داخل المركز الصحي. هذه يعني لن نجد أفضل من الفاميلي فيزيشن، لأنه هو السكيلد يعني صراحة في عملية في العملية التدريبية. Next please. في السكولر كومبتنسيز الفاميلي فيزيشن يعني هو اللي يعمل engagement in the continuous enhancement of their professional activities through the ongoing learning, teach student, resident, the public and the other healthcare professional. And also يعني it's very important to teach the public, يعني don't forget يعني our customers اللي هم the public. يعني we can teach the mothers about يعني a lot of things regarding يعني their children, and we can يعني do a lot of activities inside our primary healthcare for the public. Integrate the best available evidence into the practice considering context, epidemiology of disease, comorbidity and the complexity of the patient. We contribute to the creation and dissemination of the knowledge relevant to the family medicine. الفاميلي فيزيشن الكومبتنت فاميلي فيزيشن يعني هو البروفيشنال زي ما يعني سبق وان يعني تكلمنا فيه يعني في وقت سابق. يعني الفاميلي فيزيشن يعني اذا ما كان هو الشخص المور بروفيشنال انسايد البرايمري هيلث كير، ما اعتقد انه يعني راح يكون في اي تخصص داخل المركز الصحي، ولا هو يعني انتقاصا من التخصصات الاخرى، بس انه المين بلك انسايد البرايمري هيلث كير السكولر الليدر الكولابوريتر اند البروفيشنال هو الفاميلي فيزيشن. يعني وي شود يعني يوز اور professional skills inside the primary health care في جميع النواحي، يعني في عملية يعني الهيلث بروموشن، في عملية انه نكون يعني صادقين مع مرضانا، مع our community في تقديم الخدمات، نكون يعني شفافين، يعني transparency يعني جدا مهمة داخل المنشأة الصحية، وخصوصا لما يكون فيها التعامل مع الفاميليز بشكل عام وليس only يعني مع البيشنت على حدة، لأنه نحن علاقتنا مع البيشنت وذير فاميلي يعني هي العلاقة اللي تخلي الثقة ما بين المراجع أو الأسرة تكون جدا عالية في طبيب الأسرة. وبصراحة يعني موضوع انه الفاميلي فيزيشن انه يكون بروفيشنال، يعني نحن خلونا يعني نتفق انه بالغالب يعني ان شاء الله انه الجميع يعني درجاته العلميه او المعلومات اللي موجوده عنده، يعني خلونا نقول انه الاغلب يعني ذا سيم، وما في ايضا يعني اختلاف كبير، وخصوصا للي
بيطور نفسه باستمرار ويعني بيعتمد على الإفيدنس بيس ميديسن وزي كذا. عملية أنه تخلق العلاقة العالية فيما بينك وبين المريض بمهارات التواصل مع المرضى والمراجعين هي اللي تبقى وهي اللي يكون لها ديمومة في يعني خلق علاقة جدا عالية مع مرضانا، وأيضا تؤثر يعني في 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 العملية العلاجية المرضانة. يعني كثير من مرضانا الحمد لله نلاحظ يعني في تغير في حالتهم المرضية بسبب أنه علاقته مع الطبيب جدا رائعة. ممكن يعني مثال مبسط، يجينا مريض مثلا وحنا نطلب منه أشياء بس الطلب أو الطريقة أو الآلية ما تكون يعني بطريقة إنسانية أكثر مما هي توصل له بطريقة أنها يعني تخويف أو ترهيب أو بلغة الأمر. الكثير صراحة يتوجه لللايف ستايل، لعمل الحمية، للأمور هذه إذا كانت علاقته مع الطبيب يعني جدا رائع. يعني أنا بعض المرضى كانوا يقولوا لي نحن والله ما نخفف من وزننا أو أن نبطل ناكل مثلا سكريات أو أمور زي هذه إلا أنه نستحي منك أنه نيجي نراجع وتلاقي يعني مثلا قراءاتنا في السكر يعني غير منضبطة. فهذه من الأشياء اللي يعني لما نخلق علاقة جدا عالية مع مرضانا باستخدامنا يعني لمهارات التواصل والسكيلز اللي تعلمناها وتطورنا يعني أنفسنا فيها خلال فترة التدريب والزمالة، هي اللي راح يكون لها أثر كبير على المراجعين بشكل عالي. وأيضا مع زملائنا وأخواننا اللي هم مساعدين لنا داخل المنشأة الصحية من الإداريين ومن أيضا الكوادر الفنية الأخرى اللي موجودة معنا داخل المنشأة الصحية. يعني حنا نحاول قدر الإمكان أنه نكون على قدر عالي من المسؤولية وننقل التعليم اللي حنا تعلمناه لجميع زملائنا داخل هالمنشآت الصحية. Next please. The professional competencies demonstrate a commitment to patient through the clinical excellence and high ethical standards. أيضا demonstrate commitment to the society by recognizing and responding to societal need in healthcare. أيضا demonstrate commitment to a professional by adhering to standards and participating in physician-led regulation, and demonstrate commitment to the physical health and well-being to foster optimal patient care, and demonstrate commitment to reflective practice. Next, please. The most important, يعني reference in this lecture, صراحة كانت هي CAMMD of Family Physician 2017. هذه من Royal College of Family Physician of Canada. هي متوفرة يعني على الإنترنت. أي واحد ممكن يحملها يعني as a PDF. ممكن أيضا نشارككم السلايدز هذه اللي تم يعني استعراضها عليكم، وأتمنى إني كنت يعني أفدتكم يعني فائدة لو مبسطة عن موضوع leadership inside the primary healthcare وما هي يعني المهارات اللي يفترض أنه حنا نكتسبها من خلال عمليتنا التدريبية في الريزيدنسي بروجرام، وأنه نقدر بإذن الله أنه نمارسها سواء على مستوى أنفسنا بشكل خاص أو على مستوى أيضا إدارتنا للمنظومة الصحية بشكل عام. Thank you, and if we have any questions, يعني we can يعني hear you, inshallah. Thank you, Dr. Fahad, for this informative lecture. في أحد يحب يفتح المايك ويسأل الدكتور سؤال، please feel free to. أول شيء إذا سمحتوا لي دكتورة ندى، حاب أول شيء أشكر الدكتور فؤاد على مشاركته معنا بالمحاضرة هذه. ألف شكر دكتور فؤاد، تقديمك المحاضرة ومجهودك معنا
ولا هي قريبة عليك، وهذه ديدنتك يا دكتور فؤاد. ألف شكر، المحاضرة قيمة جدا، وبصراحة من محاضرتك أنت لمست جميع الجوانب في الكان ميدز بتعاونك معنا، سواء كان كولابوريشن أو كوميونيكيت مع زملائك أو أبنائك المتدربين، أو كان أدفوكيت أو بروفيشنال في مهنيتك في عملك. أنا أعتقد أنك في محاضرتك هذه كانت براكتسينج للكان ميدز من جميع الأسبكت زي ما تفضلت فيها، فكانت براكتسينج للكان ميدز فعليا من جميع النقاط: بروفيشنال، أدفوكيت، كوميونيكيت، كولابوريت أند إكسبيرت. شكراً يا دكتور فؤاد. سؤالي لك يا دكتور فؤاد، وين ترى where did you see the family medicine doctors inside the primary healthcare center regarding this CanMeds aspect? Did they reach to all of this point? They can't touch it, or they can't touch some of them? وإذا كانوا touch some of this aspect، هل الأذر بروبلم الأوبستكل تكون من ناحية الفاميلي ميديسن أو من ناحية الأدمينستريشن أو السيستم نفسه؟ شكرا لك دكتور فؤاد مرة ثانية، وأنا أخوك الدكتور يوسف الشمري. حياك الله دكتور يوسف، ويعني الشكر موصول لكم أنتم جميعا يعني كفريق عمل داخل الهيئة السعودية للتخصصات يعني والمشرفين على الأكاديميات. وبالعكس يعني أنا صراحة أشكركم أنتم اللي أتحتوا لي الفرصة أني أشارك زملائي يعني صراحة الريزيدنت يعني بعض الأمور اللي ممكن نحن في فترة من الفترات يعني كنا بعيدين عنها، يعني أما لي يعني كثرة الأعمال أو لي يعني أحيانا ترتيب الأولويات يكون له يعني دور في هذه الأمور. وبصراحة يعني أنا كنت أتمنى أني أكون يعني معاكم فيس تو فيس صراحة، يعني أنا دائما أحب الجمعات يعني أكثر من المحاضرات اللي عن بعد، يعني يعني تعطينا مزيد يعني من الأخوية، وبإذن الله القادم يكون أفضل. وأنا مستعد يعني صراحة لتقديم كل الدعم سواء على نطاق خاص أو على نطاق عام لإخواننا الريزيدنت. التواصل معي يعني بإذن الله أنه مفتوح في أي وقت من الأوقات، إيميلي موجود، وأيضا يعني ما نبخل عليهم بأي معلومة يعني هم يحتاجونها، سواء كانت على مستوى طب الأسرة بشكل خاص أو على مستوى يعني الفاميلي ميديسن براكتس يعني فروم يعني ليدرشيب أند فور أني ثينجز يعني ريجارد الفاميلي ميديسن. أنا بصراحة يعني من واقع يعني ما بقول يعني يعني بكل شفافية صراحة إنه مع الزيارات الذهاب يعني إلى مناطق متعددة داخل المملكة وخارج المملكة أيضا، إذا سواء كانت على مستوى عالمي أو على مستوى إقليمي أو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، الفاميلي ميديسن الحمد لله في المملكة is good from يعني training part صراحة، يعني من أفضل الزملات اللي موجودة أو من أفضل البرامج التدريبية يعني، وله بأنا الشخص اللي يقيمها، بس يعني شهادات كثير من 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 زملائنا ومن جميع يعني مختلف دول العالم بالمجهود الرائع اللي تقوم به الهيئة في العملية التدريبية. من ناحية أيضا تقديم الخدمة من الرعاية الأولية يعني مراكز الرعاية الصحية الأولية، الحمد لله يعني الأطباء السعوديين يعني ما شاء الله تبارك الله اللي ماخذين الزمالة أو سابقا الدبلوم يعني على كفاءة عالية ولله الحمد، ما عليها يعني اللهم لك الحمد أي غبار. بس عندنا يعني في ضعف بسيط من ناحية يعني صراحة موضوع إدارة المنظومة داخل المنظومة الصحية. يعني أنا لما أتكلم على leadership inside the primary healthcare أنا ما أتكلم على موضوع أني أنا أصير مدير مركز مثلا، يعني هي لها جوانب عدة، يعني أنا مش شرط أني أنا أكون مدير المركز الصحي عشان أمارس موضوع الكام مد بشكل كامل، بس نحن عندنا يعني بعض الأمور وبعض الأشياء اللي ما يلامسها إلا صراحة طبيب الأسرة. يعني مثال بسيط، يعني أنا مثلا لما يصير عندي نقص في أي حاجة معينة داخل البرايمري هيلث كير
ممكن زميلي الإداري أو صديقي الصيدلي أو أيضا أخونا الممرض ما يعتقد أنه يعني إنها إذا ما توفرت اليوم أنه عادي نقدر نجيبها بكرة. بس أنا as a family physician أنا عارف أنه إذا أتاني أب معاه طفلة ويبغى يحصل على تطعيمه وما وجدها اليوم, أنا كفاميلي ميديسن أنا عندي إحساس كبير أنه هذا ما راح يرجع لي يوم ثاني. فعشان كذا استشعاري لأهمية الأمور أكثر من أي شخص آخر. يعني نحن ممكن الفاميلي ميديسن إذا أنا بصنفها على الكامد داخل المملكة يعني هو سكولر الحمد لله, يعني حنا شايفين أمور كثيرة في عملية يعني التدريب والتريننج سواء على مستوى زملائنا أطباء الزمالة أو على مستوى زملائهم داخل المركز الصحي. بروفيشنال الحمد لله, هم فيري بروفيشنال. يعني حنا تنقصنا بعض الأمور صراحة من ناحية الليدرشيب الكوميونيكيتر والكولابوريتر. يعني موضوع الريفيرال كثير من أطباء الأسرة يعني في بعض المناطق استطاعوا أن يعملون شراكات مع مستويات رعاية متقدمة سواء كانت في الجنرال هوسبيتال أو في التيرشري من ناحية يعني مثال عمل بعض الفحوصات اللازمة داخل هذه المستشفيات, وكانت كلها they lead by الفاميلي فيزيشن هم نفسهم, ليست على مستوى يعني المنظومة الإدارية لما نبدأها من مثلا من إدارة صغرى إلى إدارة عليا. في جاب عندنا على مستوى المنظومة الإدارية, أنا معك, أنا أقول لك there is a gap يعني, وخصوصا في وزارة الصحة. بس أنه يعني لو ترجع للرولز والريجوليشن البوليسي البروسيجر كلها ولله الحمد يعني معدودة بالطريقة اللي 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 أغلقت جميع الجابز اللي موجود. نيجي على موضوع التفعيل. موضوع التفعيل يعني صراحة إذا ما كنا نحن مطالبين وراء الأمور الهامة اللي حنا نعتقد أنها يعني تعتبر حق مكتسب لكل مراجع لنا داخل المركز الصحي ولكل مستفيد يفترض أنه يحصل على خدماته من خلال الرعاية الصحية الأولية, ما راح أحد يعني يوفرها لك. الجاب في أي منظومة وخصوصا المنظومات الكبار يكون موجود, بس مع وجود زملائنا مع وجود الآن ما شاء الله يعني عدد المتدربين والمدربين أيضا كل ما له في ازدياد, أعتقد أنه إن شاء الله مع الوقت الكولابوريشن راح يزيد, ليدرشيب أيضا راح يزيد. يعني بدينا نشوف أنه كثير من المراكز الصحية أو القطاعات الصحية أو أيضا حتى الأماكن الهاي ليفل أدمينستريشن إنسايد الكلستر أو إنسايد الدايركتوريت صارت ليد باي يعني الفاميلي فيزيشن ولله الحمد, والهيلث أدفوكيت يعني كل ماله أيضا يعني بدأت يعني تصلنا بعض الأمور اللي يعني تلامس فعلا. يعني أنا صرت أحس أنه يعني ودنا أنه نحس أنه يعني الفاميلي ميديسن هو يعني شبه محامي للكوميونيتي حقته. فهذه الحمد لله يعني كل ما لها في ازدياد. أنا ما أقول لك إنه وصلنا للأوبتيمال يعني حنا الحمد لله كل ما لنا في ازدياد, بس ودنا إن شاء الله مع الأيام القادمة إنه نحاول إنه نحقق كل الأمور هذه في منظومتنا الصحية عن طريق الإكسبرت فاميلي ميديسن. وأتمنى إني ما أطلت عليكم, وأتمنى إنه يعني كان العرض يعني جدا مبسط ولامس الجميع يعني بلغة بسيطة. يعني أنا ما أحاول إني أتصنع يعني في إعطاء المعلومة أو يعني أعقد من وصولها بشكل كبير. يعطيكم الصحة والعافية. يعطيك العافية دكتور فؤاد, يعني ما شاء الله بالرغم من انشغالاتك والستيل يو ار فولوينج يور بيشنت ويعني على طول تتابع معهم. في سؤال من أحد الريزدنت كان يتكلم إذا كان في أني كان مد ترينينج other than the programs, إذا عندك فكرة تفيد again question please. كان يسأل إذا is there is any can med training other than the programs اللي هي residency programs. والله حنا يعني حاليا ما في عندنا الريزيدنسي بروجرام, وفي عندنا يعني بعض المشاركات البسيطه اللي تكون مع بعض المناطق. يعني حاليا ما في الريزيدنسي بروجرام, وفي يعني مشاركات خارجيه تكون مبسطه مع بعض مراكز التدريب في مختلف مناطق المملكه. الله يعطيك العافيه.
طيب دكتور أنت يعني ذكرت ويفرس على دور الليدر as a family, most senior or family physician for the primary care, إن preferably he should be the leader of the PHC أو المانجر. أنا عندي سؤالين, هل الليدر can be a manager؟ هل الليدر والمانجر يعتبرون ضد بعض لأن في كبير اختلاف بينهم؟ آخر شيء اللي هو هل أنتوا في الوزارة في توجه إنه يصير الفاميلي فيزيشن هو الدايركتور للبرايمري كير, لأن راح يفرق معاه كثير من ناحية البيشنت كير والهيلث سيرفيسز. فأي نيد تو يعني نعرف رأيكم. طيب من ناحية الليدر والمانجر يعني احنا هي في الاخير مصطلحين نتكلم فيها عن الدايركتور بشكل كامل, يعني عن المدير بكل شفافيه. الليدرز هو بعض الاحيان قد يكون مانجر لبعض الامور اللي يعني اصلا ما 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 فيها يعني اتخاذ قرار انه لازم اي دوت يعني از مانجر, بس انه عاده المانجر او اللي يعني خلينا نقول الرادار حقه دائما متوجه انه تو بي ا مانجر, من الصعب انه يكون ليدر. وحتى وان يعني حاول انه يغير من الطريقه او من الاسلوب او من الاليه. فحنا نحاول قدر الامكان انه يعني هي مصطلحين يعني في الاخير الهدف واحد, انه حنا نصل لاور جول. بس انا اقدر اصل للجول حقي باي اني اكون انا مانجر, يعني اطبق جميع القوانين والانظمه وما يكون عندي فلكسبيليتي وامور يعني كثيره قد نراها في بعض الزملاء. وقد اني اصل لنفس الجول بس بروح فريق عمل واحد يعني, وهذا اللي حنا يعني نحاول انه دائما نوصل له. عاده الفاميلي ميديسن او الفاميلي فيزيشن هو دائما يعني التوجه حقه بحكم يعني اصلا التريننج اللي هو ياخذه هو عباره عن بيشنت سنتر, يحاول انه يكون اكتف لسنر, يكون يعني بالعاده يسمع من الجميع, يتعامل مع العائله كامله, يتعامل مع الكوميونتي كامل. فيعني بالغالب انه يعني ولله الحمد حنا نرى فيهم الكاريزما حقه الليدر وليست المانجر. وحنا نحاول بقدر الامكان انه يعني نمارس حياتنا حتى البيرسونال لايف, يعني حتى داخل بيتك, حتى يعني في تعاملاتك الخارجيه, في تعاملاتك الشخصيه, الواحد يحاول انه قدر الامكان انه يمارس التعامل بالطريقه اللي تخليه متجه الى موضوع الليدرشيب وليس او الليدر وليس موضوع انه يكون مانجر. هذا يعني بشكل يعني مختصر على, وانا يعني مثلتها لك بمثال مبسط يعني مثلا في الليدر والمانجر. انا جاني ضيف جبت له شاهي, وهذه طريقه صحيحه يعني ما فيها شيء, بس انه انا جبتها له بطريقه افضل, انه انا سالته بسكر بدون سكر, يعني ايش نوع الشاهي, اخضر احمر, يعني هنا يجي الفرق. وهي اشياء بسيطه, وباي اكتف تريننج, باي الاكتف ليرنينج, ايضا الدورات, حضور الدورات, الاطلاع, القراءة, يعني يقدر الواحد ينمي قدراته من ناحية الليدر. نيجي من ناحية إنه الفاميلي ميديسن أو الفاميلي فيزيشن هو الليدر إنسايد البرايمري هيلث كير, أو هو يعني البرايمري هيلث كير دايركتور. نعم هو في توجه, وسبق أن يعني تم يعني إصدار يعني تعميم بهذا الموضوع, إنه يعني بالوقت الحالي في حال يعني عدم وجود يعني كفاءة يعني متخصصة في إدارة المنظومة الصحية. يعني نحن عندنا القطاع الصحي أو الإدارة الصحية أصلا فيها يعني شح في عدد خريجين الإدارة الصحية, وأيضا ما في تخصص, يعني أغلب الناس المتخصصين في الإدارة الصحية هم متخصصين في إدارة المستشفيات. وإدارة المستشفى يعني مع احترامي الشديد ما هو بنفس إدارة المركز الصحي, يعني هي يعني يختلف العمل يعني بشكل كبير, لأنه المركز الصحي يعني هو عبارة عن community based, ما هو زي المستشفى. المستشفى أنا عندي 3-4 شغلات عبارة عن يعني الميديكال, وهنا في مدير طبي شايل همها بشكل كامل, وعندي موضوع الإمداد, وعندي موضوع التموين, وعندي موضوع الصيانة والصيانة. بينما المركز الصحي نحن نتكلم على public health service, نتكلم على community based.
فكان في قرار من معالي نائب الوزير انه يعني اذا ما كان في يعني او اذا ما كان مدير المركز متخصص في الاداره الصحيه للمراكز الصحيه انه يتم يعني اداره المركز عن طريق الفاميلي فيزيشن، وهذا موجود يعني ومعمم على جميع المناطق. وبالعكس نحن نرحب يعني انه الفاميلي فيزيشن يكون هو يعني قائد الفريق داخل المركز الصحي، وليس بالشرط انه يكون مثلا هو الدايركتور. يعني نحن عندنا اللي هو الميديكال دايركتور داخل المركز الصحي. للاسف انا امر كثير من المراكز الصحيه الاقي فيها كونسلتنت وسعودي كونسلتنت والميديكال دايركتور جي بي، يعني صراحه ما يعني نحاول انه على الاقل انه اذا انا ما بصير الليدرز للمنظومه بشكل كامل، على الاقل انه انا اكون الميديكال دايركتور انسايد البرايمري هيلث كير از ا فاميلي فيزيشن يعني بورد سيرتيفايد. ثانك يو فؤاد، ثانك يو فيري ماتش فور بينج وذ اس توداي، وانك عطيتنا من وقتك، يعطيك العافيه. في انا